وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معبر رفح البري مراسل أكسترا نيوز كريم رجب. إذن كريم، بعد الترحيب بك وأنت متواجد الآن أمام معبر رفح البري، هل لك أن تصف حجم المساعدات المقدمة وحجم الجهود المصرية المبذولة لتقديم المساعدات للجانب الفلسطيني؟ نعم، يعني الحركة هنا في معبر رفح البري لا تتوقف من أجل إنفاذ مزيد من المساعدات إلى الجانب الآخر في قطاع غزة، لا سيما في ظل الحاجة الشديدة إلى مثل هذا النوع من المساعدات، وأيضا وفي ظل تحذيرات من منظمات دولية كبرنامج الأغذية العالمي، والذي أكد أن هناك 70% من سكان قطاع غزة يتعرضون لمجاعة حقيقية، مما يعني يحتاج هذا القطاع إلى مزيد من المساعدات، وهو ما تفعله القيادة السياسية المصرية وتؤكد عليه مرارا وتكرارا بضرورة إنفاذ مزيد من المساعدات. في خلال هذا اليوم دخل من خلال معبر كرم أبو سالم حوالي 168 شاحنة مساعدات، بالإضافة أيضا إلى 4 شاحنات للغاز وشاحنتين للسولار إلى قطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى أن هناك 42 شاحنة من خلال منطقة العوجة، وهناك تأكيد على أنه يجب أن يتم الإجراءات الدخول بشكل أسرع، وأن عمليات التدقيق والمراجعة تتم بشكل أسرع من الجانب الإسرائيلي، لأن هذا يؤثر بشكل سلبي على السكان في قطاع غزة، وفي ظل الحاجة الشديدة لمثل هذا النوع من المساعدات. ولذلك أكد الرئيس السيسي خلال كلمته في هذا اليوم في ذكرى تحرير سيناء بضرورة إدخال مزيد من المساعدات، بمنع وأيضا منع التهجير القسري للفلسطينيين سواء إلى سيناء أو إلى أي منطقة أخرى، لأن هذا سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. وأيضا هناك جهود سياسية مصرية مكثفة في هذا الإطار من أجل التهدئة ومن أجل وقف إطلاق النار، أيضا من أجل وقف نزيف الدماء للفلسطينيين، ولا سيما في ظل الحصيلة المرتفعة من الشهداء والمصابين حتى هذه اللحظة. أيضا المصابين الفلسطينيين الذين وصلوا خلال هذا اليوم إلى معبر رفح البري وصل عددهم إلى حوالي 20 مصابا و42 مرافقا دخلوا من خلال معبر رفح، واستقبلتهم سيارات الإسعاف المصرية، وجاري الآن يعني نقلهم إلى المستشفيات المصرية. في شمال سيناء يوجد 3 مستشفيات، المستشفى الشيخ زويد وهو الأقرب إلى معبر رفح البري، بالإضافة أيضا إلى مستشفى العريش العام والذي يعد الأكبر من حيث يعني المستشفيات التي تستقبل أعداد أكبر من المصابين الفلسطينيين هنا في شمال سيناء، بالإضافة أيضا إلى مستشفى بئر العبد، وهذا أيضا يعد هو الخط الأول للقطاع الصحي، بالإضافة أيضا إلى الخطوط الأخرى في مدن القناة وأيضا مستشفيات القاهرة في حال تطلب الأمر إلى تدخل جراحي دقيق في أكثر من تخصص. يتم النقل هذه الحالات على الفور إلى المستشفيات المصرية في القاهرة. أيضا هناك يعني تصريحات أيضا صدرت عن المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن مصر تلعب دورا حيويا في هذه الأزمة، لا سيما أنها استقبلت أعداد كبيرة من المصابين منذ بداية الأزمة، وصل عدد المصابين الذين استقبلتهم مصر حتى هذه اللحظات تقريبا إلى 4000 مصاب، ويتم تقديم الرعاية الصحية لهم. وأفادت المقررة الأممية بأن حالة المصابين الذين وصلوا إلى مصر كما وصفتها بأنها حالة مرعبة على حد قولها، بالإضافة أيضا إلى أنها طالبت بضرورة إدخال وإنفاذ مزيد من المساعدات والالتزام أيضا بما قرره مجلس الأمن من ضرورة وقف إطلاق النار حتى لا يتم يعني سقوط عدد آخر من المصابين والشهداء خلال هذه الحرب الغاشمة على قطاع غزة. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر الحقيقة على كل ما تفضلت به من معلومات، كريم رجب مراسل أكسترا نيوز من معبر رفح البري.